الله يرحمه ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة يا رب. امين اللهم امين. دلال عبد العزيز قالت لي انا شفت رؤيه، فهل الكذب في الرؤيه يعني؟ انا هقول حاجه دلوقتي غريبه شويه. اتفضلي. الكذب في الرؤى ان انا الف هو انا عتابي على يعني على المؤلف للمسلسل، اخر مسلسل عملته الفنانه دلال عبد العزيز. ايوه. الف رؤيه وانا متاكده وتحدي ان الرؤيه دي فعلا سمعها من حد، وانا بتحدى لان الرؤيه اتقالت زي ما هقولها لك حضرتك كده على ما اتذكر عشان بس ما انساش الكلام. هي شافت في المسلسل ان هي كانت على ريش نعام، وبعدين ابنها وزوجها الثلاثه شالوها، ولادها الاثنين وزوجها المتوفي شالوها، وكانت مرتاحه قوي قوي قوي. ده الكفن، ده رمز للكفن اللي هو النعش اللي هو جاي من الانتعاشه، شايفاه ريش نعام. وشافت الاب جاي بيتمثل شكله في الابن اللي هو الصغير، وبعد كده الابن اللي هو كان ختام وشه عليها قبل ما تتوفى في المسلسل. طب لما انا افبرك منام بالشكل ده هو فعلا معناه موت. طب انا عندي فيه افلام تانية، مسلسلات تانية بيبقى فيها احلام، اوقات يقول لك ايه ده انا حلمت يا ابني ان انا بس مش عارف ايه حد مش عارف مين ابوك جاي ياخدني، وابوه متوفي او جدك جاي ياخدني في الفيلم او المسلسل وبيبتسم لي، بس ده مش تفسيره موت. ده مش تفسيره موت. لا 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 خالص، ده 95% من الناس تقول لك الميت لما يقول لك تعالي او ياخد منك حاجه يبقى لا، لما ياخد حاجه تانية، اما ياخد فيها حاجات تانية خالص. لكن هي مثلا ايه تيجي تقول لك في المسلسلات، انا مش فاكره حاجه زي كده سمعتها في احد الافلام، ده ابتسم لي وجخدني وقلت له يعني انا همشي معاك وابتسم لي. وبعدين طبعا التفسير مش ملوش علاقه بالموت نهائي، ده بالعكس، ده الابتسامه من المتوفي بشاره خير حتى لو كان على فراش الموت. طيب هنا الرؤيه بتاعت رحمه الله عليها دلال عبد العزيز اللي اتشافت في المسلسل اللي رؤيه كاذبه، يعني دي رؤيه هي ما حلمتهاش. مألفها المؤلف. سيدنا يوسف لما جه لسجنيه مصر، في واحد فيهم قال له لما فسر له الرؤيه وقال له انت ستصلب وتاكل الطير من راسك. فلما قال له كده ان انت هتموت، قال له لا انا ما حلمتش بكده انا كاذب. قال له قضي الامر، قضي الامر، يعني خلاص التفسير وقع، يعني انت هتموت خلاص. فكانت الرؤيه معناها موت. هل اتحددت مثلا ان هو صادق او كاذب اللي شاف الرؤيه دي؟ لا، هو قضي الامر، انت قلت رؤيه فيها موت هتموت خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في يعني يقال انها يعني مثلا في حاجات احاديث بتتقال يقول لك قويه حديث ضعيفه، في حاجه كده كان بيدعي لحد من المرضى فقال له ستشفى، الله يشفيك يعني وستشفى. فقال له لا ده انا الحمى هتموتني. قال له لك ذلك، يعني انت تمنيت الشر خلاص يعني. فاحنا دلوقتي الكذب في الرؤى حتى لو عن طريق فيلم ومسلسل لا ما ينفعش، حرام. وبعدين احنا دخلنا في الذنب، ذنب ده ذنب كبير جدا جدا جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال حديث عنه، يعني ان احنا مثلا لما الواحد يحلم حلم، انا مش فاكره الحديث قوي، فقال له يعني ايه انك انت تعقد بين شعرتين في الاخره. أيوة. فحاجه زي كده ما ينفعش ان انا الف منام، او حتى ام تيجي تقول لك هالف رؤيه علشان ابني يصلي، ما ربنا قادر يهديه ويبعت له هو رؤيه، قادر ادعي له هو ربنا يهديه. لكن انا الف لانها دي تعدي حدود الله، مين اللي بيرزقنا بالرؤى؟ ربنا سبحانه وتعالى. انت كده تعديتي وكذبتي على الله او كذبت الله. فهنا مؤلف المسلسل ده عتابي عليه، هو اكيد ما يعرفش، بس دي حاجه بقى للعامه جميعا، اي حد يدخل في مشهد تمثيلي كده ابعدوا عن النقطه دي، ابعدوا. وانا بقول لحضرتك انا بتحدى ان هو قال في المسلسل الفيلم اللي اتفبرك الحلم ده كله، ده اكيد رؤيه وحصلت، رؤيه وحصلت وهو قالها، لان كل رموزها معناها يعني سمعها من حد او حاجه وقالها. بس طبعا انا ما اعرفهوش عشان ما حدش يقولش تعرفيه وكده، بس انا متاكده، متاكده جدا جدا، لان رموزها كلها ما حدش هيفبرك منام بالشكل ده طبعا. وشوفي طبعًا حضرتك طبعًا. لو تشوفي في المشهد في المسلسل اخر حد شافته اللي هي قالت له لابنها اللي هو كان مش فاكره اسمه في المسلسل، ابنها اسمه سريه تقريبا، سريه كده فقالت له شفت والدك وبعدين شكل اخوه وشكل يعني انت. احنا ما نكذبش في الرؤى حتى لو عايزين نبشر اللي قدامنا ولا او نطمنه ولا طمن ولا حتى هدي يعني نقول خير ان شاء الله هيحصل خير باذن الله خلاص. حتى في التمثيل، حتى في التمثيل ما ينفعش، حتى ان انا اقول لابني او اختي او حتى مثلا انا عارفه ان الشخص ده مؤذي، اقول له ده انا في مره شفت لك منام ان انت هيحصل معاك كذا كذا، يعني مثلا انت تلقيت في النار او ان انت مش حتى لو احنا بنمثل ولا التمثيل، ما دي تمثيليه حصلت بعدها ايه اللي حصل.
دخلت فعلا، هي كانت في سجن، خرجت من السجن، حصل دخلت مستشفى اتقفل عليها، ما هو زي السجن ممنوع زيارات، اتقفل عليها فعلا في الواقع، والرؤية فعلا للأسف الشديد. الله يرحمها في مكان أحسن طبعا يا رب، اللهم أمين. فهي دي ناخدها عبرة، ناخدها عبرة لينا، ان احنا الافلام المسلسلات في الواقع ان احنا ما نقلفش رؤية، لانك تعديت حدود الله حتى لو بالتمثيل، حتى لو هي ما هي ما هي ما لهاش ذنب يعني، هي ما لهاش ذنب، هي نفذت اللي مكتوب بس. انا مش بلقى عليه الذنب اكيد، لا طبعا اكيد، لان دلال الله يرحمه ويحسن اليها كانت دائما بتقرا القران و كانت جميله وبتعمل خير واكيد يعني، هي لو فعلا كانت عارفه حاجه زي كده ما كانتش عملتها. واللي انا عارفاه كمان اساسا ما كانتش عايزه تدخل المسلسل ده، وكانت طلبت تخلصه بسرعه عشان كانت يعني عندها قلق موضوع الكورونا، فلو كانت تعرف ان رؤيه زي دي كانت اكيد لغت المشهد تماما او لغت المسلسل. بس هو عمرها، انا ما بتكلمش لا طبعا ده طبعاً اعمار طبعاً. بس انا بتكلم على نقطه يا جماعه، ربك بيسبب الاسباب.